لقاء المسيح مع التلاميذ في العلية كان لقاء هام جدا، رغم أنه كان فيه مزيج من الحزن والفرح في نفس الوقت. أنبأ طبعا بخيانة يهوذا وأيضا بإنكار بطرس، لكن علم عن التواضع العظمة الحقيقية، أنه غسل أرجل التلاميذ وأعطى بعد روحي وعمق روحي، ولا سيما في العشاء الأخير عندما كسر الخبز وقدم الكأس وكانوا يسبحون الله. هذا اللقاء كان مهم جدا في حياة التلاميذ حتى يشجعهم حتى يبنيهم، وبعد القيامة تذكروا كل شيء، هذا عزز إيمانهم وثقتهم في شخص المسيح. لا ننسى أنه في هذا العلية، في هذه العلية أعطى المفهوم العهد الجديد اللي اختتم بدمه، هذا هو العهد الجديد بدمي. بدعوك اليوم أنه فعلا اليوم ندخل من خلال عهد جديد من خلال دم المسيح اللي تسفك على الصليب من أجلك ومن أجلي، حتى نتوج المسيح رب ومخلص على الحياة والكيان. في الحلقة القادمة من سلسلة الأسبوع الذي غير التاريخ، سنلقي الضوء على الأحداث المصاحبة للقبض على يسوع المسيح ومحاكمته.